باشمهندسين قدام حضراتكم 10 دقايق اتفضلوا. هو احنا ليه مهتمين بثقافة الانمي في اليابان بالرغم انها بعيدة جدا عن ثقافتنا كمصريين؟ او ليه كل الروس دولت واقفين قصاد مطعم ماكدونالدز يشتروا اكل امريكي بالرغم من العلاقات السيئة جدا بين روسيا وامريكا؟ الاجابة هي السوفت باور. النهاردة احنا تيم انجينيوس وهنكلمكم اكتر عن السوفت باور. احنا محمود ابراهيم ويوسف خالد وسلمى عادل ويوسف محمود واحمد وائل. هنكلمكم اكتر عن السوفت باور في حياتنا وفي العالم وتأثيرها علينا. ومع معنى السوفت باور مع محمود ابراهيم. فن تعبير رغباتك بمعنى اخر السوفت باور. ايه هو السوفت باور؟ وقوة ناتجة عن الفن والثقافة لأي دولة تجبر الآخرين على احترام قراراتها. أي دولة تستخدم السوفت باور لازم تمتلك 3 حاجات، لازم يكون عندها ثقافة، عندها سياسة خارجية، وعندها قوة سياسية. أول حاجة ثقافة. دولة زي مصر عندها حضارة فرعونية عريقة وده بيخليها مطمع لدول كتير. وبالتالي أيام الحملة الفرنسية على مصر تمت سرقة مجموعة من الآثار. وحاليا فرنسا شغوفة إنها تدرس الحضارة الفرعونية. وبالتالي مصر لازم تستغل الفرصة فإنها تسترجع آثارها مقابل إنها تدرس الحضارة الفرعونية. وده يعتبر سوفت باور. تاني حاجة هو السياسة الخارجية. دولة زي أمريكا عندها سياسات خارجية قوية جدا وده بيخليها تدخل في شؤون دول كتير زي العراق. في ظل إنها تطلع حقوق الإنسان. وده بيخلينا نسأل سؤال إزاي ده ممكن يحصل؟ ده بسبب حاجة واحدة بس إن هي بتستخدم السوفت باور على الدول المجاورة وبالتالي ما بتتكلمش لأن ده هيأثر على مصالحها. تالت حاجة هو القوة السياسية. دولة زي الصين عندها قوة سياسية كبيرة جدا وده بيخليها تتحكم في اقتصاد دول المجاورة ضعيفة. وده بيحصل عن طريق حيوان البند. حيوان البند هو حيوان مهدد بالانقراض وبالتالي هو مصدر سياحي. تبدا الصين ان هي تحط حيوان البند ده في الدول المجاوره ديت او الدوله ضعيفه اقتصاديا وده بيزود الدخل بيزود الاقتصاد وبالتالي لما الصين تحب تاثر على اقتصاد الدول ديت تبدا تسحب حيوان البند. بنلاحظ ما بيكونش في اي رد فعل من الطرف الاخر او الدوله الاخرى وده بيبرر لنا قوه الصين عسكريا في انها تستخدم السوفت باور. نعرف دلوقتي اكتر عن اكتر دوله استفادت من السوفت باور مع يوسف خير. احنا عملنا انفوجرافيك بيبين السوفت باور 30. بس ايه هو السوفت باور 30؟ سوفت باور 30 ده رانكينج لعلى 30 دوله في السوفت باور بيتصنفوا على حسب الحاله التعليميه والثقافيه والتقنيه والتجاريه للدوله. زي ما انتم شايفين قدامكم اليابان واخده المركز 16 في التعليم والسادس في الثقافه والسابع في الديجيتال والتجاره. ده خلاها في المركز الثامن عالميا. استراليا واخده المركز السابع في التعليم وال13 في الحضاره وال21 في الديجيتال وده خلاها في المركز التاسع. بس هنلاقي ان امريكا واخده المركز الاول في كذا كاتيجوري زي الديجيتال والتعليم والكالتشر. بس رغم كده هي مش الاولى عالميا، الاول هقوله عالميا هي فرنسا ودي اللي هتكلم عنها. في خلال سنه واحده بس فرنسا قدرت تبقى رقم واحد عالميا في السوفت باور 30. ده حصل بسبب المظاهره اللي حصلت في 2018 اللي اسمها جيلي جونز او بالانجليزي يلو فيست. المظاهره دي حصلت بسبب ارتفاع اسعار الوقود وارتفاع اسعار المعيشه. اكيد هتقولي ازاي يعني المظاهره تخليها تطلع في الرانكينج مش المفروض العكس؟ اقول لك صح بس مش المظاهره هي اللي عملت كده. رد فعل رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون هو اللي خلاها تطلع في الرانكينج. ماكرون حاول يشوف ايه اسباب المظاهره وبدا في انه يلاقي حلول باستخدام السوفت باور وحاول انه يشوف ايه مطالب الشعب وبدا في انه ينفذها. ماكرون عمل ايه بقى؟ اول حاجه زود الحد الادنى للاجور 100 يورو، ثاني حاجه عفل فيها اللي بتقبض اقل من 2000 يورو عن الضرايب. وبكده قدر ينور رضا الشعب وحل المشكله وده اللي اسمه سوفت باور. دلوقتي معانا سلمى عادل هتقول لنا اكتر عن دارك تروث اوف سوفت باور. طيب كلنا عارفين ان هتلر من اسوء شخصيات العالم لانه حرفيا ما سابش حاجه غلط وعملهاش ورغم كده شايفين حب الناس ليه وشعبيته وسط الناس كانت عامله ازاي. ده لانه ببساطه قال لهم انا لو ما ابتديتش الحروب دي على الدول التانية في من الدول دي هيبتدي الحرب علينا وبدل ما احنا نبقى القائد واحنا اللي بنروح نحتل هم هيحتلونا. وبكده الناس فعلا اقتنعت وقدر يقنع كل الملايين دي ان كل اللي هو بيعمله ده صح ولازم يتعب. اما امريكا في حرب فيتنام امريكا الاول سيطرت على الاعلام خليته يقول للناس ان هم هيودوا الجيش الامريكي لفيتنام يحارب الشيوعيين اللي هناك لحفاظا على سلام المنطقه. طبعا بعد الجمله دي ما حدش قال لهم انتوا بتعملوا ايه. بس لما ابتدوا يفقدوا سيطرتهم على الاعلام ابتدت الحقيقه تظهر. قالوا هي ان الجيش كان بيخش يبيد بالكامل قرى ومدن غير مدنيين وساعتها الشعب الامريكي اتحول من مؤيد بالكامل وفخور جدا بالدوله الى معارض وابتدت المظاهرات دي اللي بتطالب بوقف الحرب ورجوع الجيش الامريكي من فيتنام. وهي دي المشكله في السوفت باور انها بتدي طريق لشخص مش كويس انه يقنعنا بكلامه وبتصرفاته بالاتيتيود بتاعه وبترتيب كلامه ان هو صح جدا بيخلينا مش عارفين نطلع غلطه في اللي هو بيقوله وهكذا نثق فيه جدا. بس زي ما احنا ما ينفعش نقول ان الملح والسكر نفس الحاجه رغم ان هما شكل بعض فاحنا برضه ما ينفعش نقول على الشخص السيء اللي واخد متقمص دور الشخصيه الكويسه ان هو شخص فعلا كويس. وعلشان كده لازم
والطريقة الوحيدة إن إحنا أصلاً نحمي نفسنا بيها إننا ما نثقش فيه بنسبة 100% حتى ولو مش لاقيين في كلامه غلطة، لأنه ببساطة لازم نستنى أفعاله، لأن الأفعال هي اللي بتبين الشخصية مش الأقوال. ودلوقتي هنعرف إزاي أي دولة تقدر تستخدم الموارد بتاعتها عشان تقوي نفسها في السوفت باور مع يوسف محمود. إزاي ممكن؟ هل الدول الموجودة كسوبر باور مقتصرة على الدول الموجودة دلوقتي بس، ولا ممكن دول تانية تنافسهم في المجال ده؟ ممكن دول تانية تنافسهم في المجال ده. بس الأول يعني إيه سوبر باور؟ سوبر باور هي الدولة تمتلك تلات قوى أساسية: القوى الاقتصادية والقوى العسكرية، وأهم واحدة في الوقت الحالي هي السوفت باور. إزاي ممكن دولة تقتني السوفت باور؟ عن طريق الاستفادة من خبرات الدول اللي سبقتها، زي استفادة الهند من اليابان. الهند في 2016 تراجعت بشكل كبير جدا عن مركزها في السوفت باور بسبب سياساتها الخارجية، بس بدأت تحسن من الموضوع ده وتستفيد من خبرات دولة زي اليابان، ودرجة وصلت إن اليابان دلوقتي تعتبر أكبر داعم للهند في الوقت الحالي، وغير العلاقات الاقتصادية القوية جدا ما بينهم. مثال تاني دولة زي مصر اللي بدأت تستفيد من دولة زي الصين في نشر ثقافتها والكالتشر بتاعها زي ما عملت الصين زمان، وده عن طريق إرسال بعثات لدول شرق آسيا لنشر الثقافة المصرية، وكمان التورز اللي بتعملها للآثار المصرية. زي ما باين قدامنا دي كانت تور للكنوز الملك توت عنخ آمون، اتعملت في دول كتير حوالين العالم وكان أشهرها في فرنسا وإنجلترا. ومثال تاني هو موكب المومياوات الملكية اللي كان اتعمل من كام شهر ولفت أنظار العالم كله للحضارة المصرية، وهو كان عبارة عن نقل مومياوات الملوك والملكات للمتحف المصري الكبير. كتير جدا من الميديا العالمية نقلت الخبر ده وسجلته. موكب المومياوات الملكية لفت أنظار العالم كله ولفت النظر كله لينا، وبين أكتر عن الحضارة المصرية. في الكيو آر كود ده ممكن تعرف أكتر عن موكب المومياوات الملكية. ودلوقتي السؤال، هل السوفت باور ليها تأثير في حياتنا الشخصية؟ مع أحمد وائل. السوفت باور بتطبق في حياتنا كأفراد عن طريق الليدرشيب. أي قائد ناجح محتاج إنه يلهم اللي حواليه إن هم يأدوا شغلهم غير ما يجبرهم لحاجة زي كده. عشان يعمل كده محتاج يبقى عنده ثلاث حاجات مهمة جدا في شخصيته: محتاج يبقى عنده رؤية للمستقبل، محتاج يبقى عنده قدرة في التحكم في عواطفه، محتاج يبقى عنده قدرة للتواصل effectively مع الناس اللي حواليه. رؤية للمستقبل معناه إن هو يبقى عارف هدف، الهدف اللي عايز يطبقه، إنه يعمل سيستم وبلان عشان يوصل للهدف ده. بالتالي ده هينظم له شغله وهيخلي الناس اللي حواليه كلها كل واحد عارف هو بيعمل إيه. فيبقى عندهم ثقة في القائد بتاعهم ده، لأنه شايفينه هو عارف هو بيعمل ايه وعايز ازاي يوصل للهدف ده. كمان ده هيشجعهم ينفذوا كل الطلبات اللي هو بيطلبها منه. عشان يبقى عندك رؤية للمستقبل محتاج ان انت تحدد هدفك وتعمل السيستم والبلان وتخطط له قد كده. بعد كده تظبط السيستم بتاعك ده مع السيستم بتاع الشركة او المنظمة اللي انت اوريدي شغال فيه. تاني حاجة قدرتك في التحكم في عواطفك. ان انت تقدر تتحكم في عواطفك ده هيساعدك ان هيزود من انتاجيتك جدا وهيزود من انجازاتك الشخصية. بالتالي لما تيجي تقابل اي حد هينبهر بالسي بتاعك مثلا، وده هيخلي مثلا الناس زي المديرين او الناس اللي في السلطات اكبر يبقوا عايزين يحطوك في مراكز اعلى عشان تحقق لهم اكتر وتنجز لهم اكتر في الشركة. عشان تقدر تتحكم في عواطفك محتاج ان انت تراجع قيمك ومبادئك وعواطفك وايه اللي ممكن يعطلك في حياتك وايه اللي ممكن يزود من انتاجيتك. ولازم تطبق حاجة تانية اسمها الـ 1% Improvement Plan، وهي ان انت تحسن من مهاراتك ولو بنسبة 1% بس كل يوم. تالت حاجة اللي لازم يبقى عند كل قائد مننا ان هو يبقى عنده قدرة للتواصل بناء مع الناس اللي حواليه، لان ده مش بس هيساعد ان هو يقنع الناس اللي حواليه بأفكار والحلول اللي هو بيقدمها، ده كمان هيخليهم يحترموا الأفكار والحلول اللي هو بيقدمها دي ويحترموا طريقة التفكير وعايزين يتكلموا معاه لان هو فاهمهم وعارف ازاي يتعامل معاه. كمان ده هيساعد الوصول للمشاكل اللي بيواجهها الموظفين والمديرين، لانه هيبقى بيتكلم معاهم كتير فيوصل المشاكل دي، وكمان هيعرف يقدم لها حلول ويقدر يحل كل المشاكل دي. عشان تحسن من قدرتك للتواصل مع الناس اللي حواليك محتاج ان انت تخصص وقت ولو حتى بريك تايم بتاعك ان انت بس تسمع للناس دي، تسمع الموظفين وكل الناس اللي شغاله معاك عشان توصل للمشاكل اللي بيواجهوها وتعرف تحلها بعدين. محتاج برضو ان انت تانجيج معاهم في نشاطات تانية بره الشغل، كده تخرج معاهم في غدا او عشاء، لازم تتودد معاهم اكتر، وبالتالي كده محتاج ان انت تتصاحب عليهم اكتر عشان يتفتحوا ليك ويتكلموا معاك اكتر ويعبروا لك عن كل المشاكل اللي بيواجهوها. وبكده يبقى احنا اتكلمنا عن معظم الاسئله اللي ممكن تكون طرقت في بالكم، زي مثلا ايه هي السوفت باور، وازاي بتتقسم للدول، بتتقاس ازاي للدول، وكمان ايه اللي هيحصل لو جت في الايدين الغلط، وتطبق ازاي، ممكن استعملها ازاي كدوله او حكومه وتطبقها ازاي في حياتك كفرد. لكن بقى لنا سؤال واحد بس هو ما جاوبناش عليه، هو لو انا عايز اعرف معلومات اكتر عن السوفت باور اوصل للمعلومات دي ازاي؟ وجايكم ان احنا عملنا لكم كيو ار كود في كل الريسورسز اللي احنا جمعناها عشان نعمل لكم التوبيك ده، وان شاء الله هتستفيدوا منها اكبر استفاده. احنا تيم انجينيوس بنشكركم لحسن استماعكم. شكرا يا باشمهندس.